أحسن الله إليكم. تقول أخي لا يصلي، وأحيانا يقوم بسب الله تعالى بشكل شديد جدا، وإذا هجرناه تعدى أكثر وزاد عنادا، ويقول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يليق، وإذا هجرناه أيضا قد يقوم بالضرر بضررنا. فما العمل؟ هل نحن آثمات في الأكل معه والجلوس معه، علما أنني عندما ينظر إلي أبتسم ولا أستطيع أن أبعد هذه الابتسامة عن وجهي، وقد أبتسم لكل من ينظر إلي حتى عندما يكلمني، فهل في ذلك مأثمة؟ نعم، ما دام أنت ذكرت أنه ارتكب نوعين من الردة، النوع الأول ترك الصلاة متعمدا، والنوع الثاني أنه يستهزئ بالله عز وجل، فهذا مرتد عن دين الإسلام، ويجب على الأقل هجره والابتعاد عنه وعدم مخالطته والابتسام في وجهه. قال جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وكونه يزيد شره إذا هجر فشره عليه، وعلى ولي الأمر أن يقيم عليه الحكم الشرعي، وأما أنتم فاهجروه وابتعدوا عنه إذا لم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى.